نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحمد لله، الحمد لله لكم في جديد. أنا خلاص ده آخر فيديو ليا عامة في اليوتيوب. بس قبل ما أقول لكم على الحكاية، أو قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل، بس كل الناس اللي وقفت معايا، بشكرها قوي قوي. وقفت معايا مستر احمد عماد وشوية يوتيوبرز، يوسف احمد، يوسف حسن وكذا يوتيوبرز صراحة يعني وقفوا معايا وعلموني شوية حاجات، فانا بذكرهم. يوم ما سابوش الفيديو ده انا بذكرهم. وكان في برضه كان في ناس بتساعدني زي كريم تي في، كان بيساعدني برضه في حاجات ما كنتش عارفها فهو بيقول عليها، فانا بذكره قدامه. وفي ناس صراحة يعني في ناس دخل في يوتيوب بيشتغل شغل، تمام. واليوتيوب عايز اقول لك على حاجة تحطها في دماغك، ان انت مش شغل يوتيوب عشان فلوس، مش شغل يوتيوب عشان انا عندي موهبة. دخل يوتيوب اوكي عندك موهبة، عندك ان انت عايز توصل حاجة انت عايز توصلها بس مش عارف، زي انا كده في حلمين عايز اوصلهم. عندك حاجات انت مش عارف توصلها ازاي، يعني عندك مثلا في ناس بتفكر لحد دلوقتي بفلوس وازاي اخد فلوس وازاي الكلام ده. على فكرة اولا اليوتيوبرز اللي انت بتشوفهم دولي، واللي هم ما شاء الله جايبين مليون مليونين تلاتة اربعة، دولي كانوا نفس العدد اللي احنا فيه. ما تفتكرش ان هم عشان هم احسن مننا فاحنا نكون قليلين على التيك توك، لا، هم الاتنين واحد، احنا وهم واحد. هما كانوا في ناس على فكرة ليهم 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 وهكذا، ليهم اكتر من سنة بس مش عارفوا يوصلوا المليون مليونين تلاتة. فاحنا هيحصل لنا نفس الموقف. يعني انا دلوقتي يعتبر كام سنة ليا؟ دي السنة التانية، داخل على التالتة. سنة تانية داخل على التالتة. لا التالتة قصدي التالتة. انا من 2016 ما كنتش بنزل فيديوهات، ما كنتش عارف اصلا يعني ايه يوتيوب، يعني حاجه. بس في واحد ربنا كرمني يعني بيه اسمه انس عبد اللاسق، فانا بذكره برضو، ان هو قال لي احمد انت عامل قناه، كنت منزل كده فيديوز، فيديو كده بالصدفه كنت منزل كده فيديوز، وانا ما كنتش عارف اصلا يعني يوتيوب ولا يعني ايه بتاع وكده. فبصيت لقيت انا منزل فيديو، وبعدين احمد وبعدين انس قال لي احمد انت منزل فيديو؟ قلت له والله. قال لي والله. قلت له ازاي؟ قال لي والله. وبعدين بص قال ده انت عندك 1 اشتراك بس، كان 1 سبسكرايب. فقلت له والله ازاي وكده مش عارف ايه. واول ما عرفت كده بقيت بقى اسف فيديوهات، اول ما عرفت كده. بس الوقت ده ما كانت عيلتي عارفه، ولا حتى كانت صحابي كانوا عارفين، صحابي ولا عيلتي كانوا عارفين خالص، تمام. وبعدين حبه 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 عمال انزل. بالصدفه كنت عمال انزل على الفيسبوك، كنت عمال انزل على الفيسبوك السنه اللي فاتت في رمضان. فسنة فاتت في رمضان اجالي حوالي 40 مشترك او 41 مشترك، دول بكرامة واحد، هما اتنين بس التانية مش عايز اقول اسمها، اللي هو احمد عماد. انا بذكره جدا، هو اللي ساعدني، هو اللي خلاني اوصل العدد ده والله، فانا بذكره بقوله بليز. وكمان احضر لكم قناته في الوكس، تروحوا تثبتوه تعملوا اشتراك كل حاجة. بس هو يعني هو اقل مني، هو عنده دلوقتي 50، فياريت يعني تروحوا تثبتوه، احضر لكم قناته تحت في الوصف. وطبعا انا يعني انا بعد ما عرفت ان انا عندي 40 مشترك بقيت بقى احاول انزل، وبعدين نزلت بقى في الـ في الـ في الـ في الجروب وكده. بقى اصحابي عرفوا ان انا عندي قناه، بقوا العيله بقى عرفت بقى عندي قناه. وبعدين اول ما نزلت مصر لقيت ان العيال بصين لي بصه غريبه، والله يعني بصين لي بصه غريبه. وكمان عايز اضحك، وكمان في صوره كنت منزلها بقى احطها لكم هنا في الناحيه دي. كان في صوره انا منزلها ان انا كان في مكنه قهوه وكابتشينو كده، فانا كان معايا 3 ريال، تمام، واصلا 3 ريال. فقلت ليه مش هجيب لي كابتشينو؟ فحطيت 3 ريال
وحط والقهوة نزلت والسكر، عمال تضحك كابتسينو تين 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 صديدوس. قلت لا في حاجة غريبة، فبصيت لقيت إن المكنة خلصانة. قلت السودا ده تغير راحوا على الفاضي. قلت ماشي. جيت مرة تانية نفذت الحكاية، مش عملت. جيت مرة تالتة حطيتها طلعت قهوة، بدأ كابتسينو قهوة. عملت مرة رابعة حطيتها طلعت شغالة. اتضح بقى ان المكنة اللي انا عملتها التانية ما كانتش شغالة، دي لسه شغالة. شفت التخلف؟ فعلى طول بعدين كنت مصور، كنت انا مصور وبعدين كنت مصور في البتاع، وكنت بقول ان يعني ان في سكر مش عارف ايه. فاول ما العيال عرفوا ان في سكر وكده مش عارف ايه، فعاملين بقى يقولوا لي يا سكر ومش عارف ايه يا يوتيوبر، من كتر ما انا بصوت يعني قرفت وزهقت. فاهو دلوقتي زي ما انتوا شايفين الحمد لله بقى عندي 60 مشترك، والحمد لله 75 بس مش عارف. بس انت قناتك، انا ما شاء الله قناتي اصلا مش ناجحه، انا بقول اهو قناتي مش ناجحه خالص. فانت لازم تشتغل على نفسك. يعني انت في رمضان في الاجازه، وبقول لك اهو، انا بقول لك اهو كشخص كشخص عايش ناسك كل يوم، لازم لو انت عندك دعم قليل، لو عندك مثلا 30 مشترك، لازم في رمضان تنزل كل يوم. ما تقوليش لا، ما تقوليش لا خالص. انت لازم في رمضان تنزل كل يوم، عشان كل ما انت بتنزل كل يوم، كل ما انت كده فاهمين يعني كده، كل ما انت كده، وفي نفس الوقت كل ما انت بيكون عندك اشتراكات كتير. انا في الدراسه ما كنتش بنزل، كنت بنزل يوم اه يوم لا، كنت بنزل مثلا الخميس وانزل يوم الجمعه، فاهمين قصدي؟ فانا ما كنتش بنزل قوي، فدي بقى المشكله اللي حصلت لي في الاشتراك. فانت يا واحد عايز يشتغل حق، يشتغل سخن وحق، لازم يكون عندك حاجه باي هيقع. فانت انت انا بمنتج من برنامج اسمه كينكي ماستر، كيني ماستر، ومثل من برنامج اسمه باور تريوكتور. البرنامجين دولي احسن من برامج البرنامجين دولي على الموبايل حلوين، على الموبايل حلوين. بس في حاجة، كينك ماستر المتهكل بتاعته احسن، فاهمين قصدي؟ يعني انا ليا واحد صاحبي اسمه عاصم، ليا واحد صاحبي اسمه عاصم بس انا مش عايز اقول اسمه. فهو عنده البرنامج بتاع المتهكر، هو طبعا عنده قناة في اليوتيوب وهحطها لكم تحت برضه، عشان ما يزعلش، عشان ما يزعلش يقول لي انت ما حطيتش قناتي تحت ليه؟ وهحط لكم تحت وهو يعمل اشتراك برضه. فانت لما تيجي عايز تكون عندك ممتاز كويس، عندك باور دايركتور، عندك كيني ماستر، اشتغل فني. انا بصراحة يعني كنت بشتغل باور دايركتور قوي، بس قلت احول. ليه مش احاول اروح مكان تاني، احاول اروح برنامج تاني قصدي؟ فقلت ليه مش اشتغل في باور دايركتور، في كينك ماستر قصدي. فاشتغلت في كينك ماستر. المشكله ان كينك ماستر في حاجه واحده، ان هي عيبها ان هي انت عايز مثلا تحط فيديوز، تمام؟ يعني انا عايز مثلا، وانا مثلا بكلمك اهو، بكلمك مثلا بقول لكم مثلا في فيديو وهنسمعه، فلازم احط لكم فيديو هنا، تمام؟ ده عيبه قوي، عيبه كده. فانت لازم تحمل برنامج المتهجر، وانا المشكله اصلا انا مش بعرف اهجر، فدي مشكله. فانت لو انت اصلا بتعرف تهجر، او انت عارف ازاي التهجير بتاع البرنامج ده، احسن ليك ان انت تعمل كده. اقول لك اهو، كواحد بيكلمك، كواحد ليه خبره وليه 3 سنين ولا عارف اي حاجه في اليوتيوب بس بيفهمك. فانت لو داخل اليوتيوب لازم يكون حاطط في بالك ان انا ادخل اليوتيوب فين، في حلم مثلا عايز اوصل له، في حاجه عايز اوصلها، عايز ابقى مشهور، عايز ابقى كل الناس بتحبني، ده حلم عايز تحط فيه. انا اهو يعتبر عادي يوتيوبر، عادي يوتيوبر، واحد يقول لي يوتيوبر مش عارف ايه مش عارف ايه. انا واحد نفسه كل الناس تحبه، كل الناس. واحد كمان نفسه عنده حلم يحققه بس مش عارف. فانت لو واحد ما يو واحد مثلا ما بيحبكش، او مهما كان بيبول ما بيحب يعني اصحابك عامه يعني ما بيحبوكش، فانت لازم يكون عندك حاجه من الحالتين، السوشيال ميديا، او انت تكون عندك مهاره كوره، او انت تكون عندك حاجه تكون شاطر فيها.
عشان الحاجة اللي انت كنت صارت فيها دي هيحبوك. اه والله شفت بقى، يعني الحاجة اللي انت تكون شاطر فيها وممتاز فيها قوي زي ما انا هو يوتيوب فاشل فيها خالص، بس عادي يعني، عادي يعني قشطة عادي يعني، في الدروس عادي يوتيوبر عادي، فانت عادي والله يعني. انت شوف حاجة اللي انت بتحبها قوي واعملها. شو عايز تدخل مثلا في الموضوع السوشيال ميديا، عايز تبقى محلل زي انا كده فاتح جروب، بس جروب ما بعملش في حاجة، عايز تكون مغني، الحاجات دي، فانت لازم تكون عندك الحاجات دي عشان اصحابك يحبوك مهما كان. انا بتكلم ده على الضعيف، على الضعيف تمام. فبس فده كل الحاجات اللي انا بقولك عليها. هتقولي انت ليه احمد السيف اليوتيوب؟ عشان سئت قرفت اول ما بس في السرعة بلاقي يوتيوبر واحد مش عارفني عارفني يوتيوبر برضه عادي ما تعرفش. من ناحية العيلة كان في ضغط برضه، من ناحية العيلة، من ناحية المذاكرة، من ناحية عارفين بقى كمان ده. فخلاص أنا قررت إن أنا أسيب اليوتيوب، خلاص هعتزل اليوتيوب. طبعا اليوتيوب اللي مسافرهم دولي أكيد شهر شهرين تلاتة سنة أسبوع سنة سنتين أي مدة، أكيد في واحد من دولي هيعتزلوا أكيد يعني، أكيد في واحد من دولي هيعتزلوا. فأنا خلاص قررت إن أنا أعتزل، وانا بقول الكلام ده حقيقي، خلاص قلت هعتذر مش راجع فيه تاني. وبس يعني انا هتقولي ليه اعتذر؟ انا زهقت من كتر المونتاج، من كل التصوير، من كل حاجه، وكمان زهقت من كل الاشتراكات. يعني اشتراك اصلا عندي مش في اشتراك عندي، ولا في دعم ولا في بتاع، فانا خلاص قررت اسيبه. و يعني انا مش عارف اقول ايه، هتوحشوني قوي. وبالنسبه للانستجرام